هروح لمهندس عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية. مساء الخير مهندس عبد المنعم. أهلا محمد بيه، مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أهلا وسهلا. يعني إيه مجلس أعلى للسيارات؟ شو حضرتك، هو إحنا كل الهدف بتاعنا هو استراتيجية صناعة السيارات. الاستراتيجية دي بتتضمن حوافز، والحوافز دي حوافز حقيقية وفيها ماليات كتير جدا. فلتطبيق هذه الحوافز وبدقة وفيها ماليات كتيرة، فكان لابد أن يكون هناك مجلس أعلى برئاسة دولة رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء ثم مجموعة من المتخصصين في صناعة السيارات. فيبقى دي الحقيقة خطوة مبشرة لأن استراتيجية تطلع للنور ويبدأ تنفيذها تنفيذ حقيقي. لأنه لما يبقى أولا دي تدي للمستثمر اللي ناوي يجي يستثمر في صناعة السيارات، لا ده في مجلس أعلى برئاسة دولة رئيس الوزراء مجموعة من الوزراء الكثيرين يديله اطمئنانة ان فعلا الاستراتيجية دي مش معقولة كده يعني تنفذ او متنفذش او تاني يوم يجي قرار يلغيها او كلام زي كده. فدي اول يعني احنا كنا محتاجين مجلس أعلى. ايوه، عشان لو تشوف بقى الاستراتيجية فيها نقط كثيرة تحتاج متابعة دقيقة من الناس عشان تتطبق صح، وكلها مردودها يكون على الاقتصاد القومي مظبوط، وفعلا تعمل جذب للاستثمارات في مجال السيارات. طيب دي أول متوقع دي كانت كويسه. يعني اصلا شايف السيد رئيس الوزراء مكبل باعباء كبيره جدا، يعني هل كان محتاجين نكلفه برئاسه مجلس اعلى للسيارات، ولا كان يبقى في وزير صناعه يدير او وزراء اخرين؟ ده سؤال جميل جدا. الحقيقه الحاجات دي بتبقى اللي بيدير فعلا اللي هيدير هم بعض الوزراء وبعض المتخصصين في هذا المجال، ولكن لما يكون برئاسته هيعملوا ريبورتنج له هيقولوا له صحيح اول باول، وده يدي بقول لحضرتك طمأنينه. ده انت عندك نعم معاك مهندس عبد المنعم. عبود الاتصال الشبكه معاك مهندس عبد المنعم. انا سامع حضرتك. اتفضل كمل. فاخد بال حضرتك هذا انت الشبكه عند حضرتك وحشه قوي يا مهندس عبد المنعم. والله انا الحقيقه كويس. اتفضل. فده يعطي لأي مستثمر ان ده موضوع مش مجرد لجنه بسيطه كده وجزء منها يتنفذ وجزء ما يتنفذش، لان بنود الاستراتيجيه بنود قويه جدا ومحفزه فعلا للاستثمار. طيب عايز اسالك بقى، قرار الحكومه بان يحق لكل مصري مغترب تنطبق عليه شروط محدده انه يجيب سياره هو ومراته واولاده ولكل واحد عنده 16 سنه. لو احنا نزلنا 100,000 سياره مثلا كمصريين مغتربين، ده يؤدي الى تراجع اسعار الاوفر برايس في السوق؟ بدون شك. هو طبعا ده هيبقى له هو سهل جانب تجاري، وانا لا ماليش في الصناعه، انما برضو هذا هيكون له يعني احباط او خبط او تدريب. اتباع للنظريه الاقتصاديه عرض وطلب هيبقى فيه، لان مش كل واحد هينزل عربيه هيستهلكها، ممكن يبيعها. الاوفر برايسنج هينزل قوي لان المعروض هيبقى كتير، واخد بالك؟ حتى لو زي ما انت قلت، كنت قلت ممكن تجار تطلع والتجار دي تشتري وتعمل كده، ولذلك الحكومه عملت تكه كويسه قوي ان هي قالت ايه؟ لا حطها لمده 14. ال 14 ده هيبان الموقف ايه، يعني هل فعلا زي ما حضرتك 300,000 سياره في الاربع اشهر؟ يبقى هنعمل ستوب هنا طبعا. على كل تاجر ذكي دلوقتي يخفض الاوفر برايس ويبيع ويخلص يعني. تمام. فهو دي نقطه طبعا هتبقى لازم انت يعني حكايه 14 اشهر دي زي ما بقول ايه دي ترايل اوردر، يعني زي ترايل اكسبيرمنت، يعني نبدا ان احنا بنحاول نجرب نشوف هيحصل ايه في هذا الموضوع. اما بالنسبه للسيارات يعني بالنسبه للتصنيع المحلي الكلام ده هيبقى الملاكي بس، احنا عندنا تصنيع محلي كمان عنده جزء هايل اللي هو السيارات التجاريه نص نقل ونقل. نعم. احنا الحمد لله في صناعه السيارات اقوياء قوي في هذا المجال.
هو هيأثر في الملاك، مفيش كلام يعني هيأثر في الملاك، اهم حاجه يصب لصالح المواطن والتاجر كسب يعني، ما اقدرش اقول ما كسبش الفتره اللي فاتت. وعلى فكره التحدي للصناع لما يزيد هم يركزوا اكتر انهم يكونوا انجح يعني، انهم يواجهوا هذه الظاهره. اشكرك شكرا جزيلا مهندس عبد المنعم القاضي نائب رئيس غرفه الصناعه الهندسيه.